الوكالة الحضرية للناظور الدريوش قرسيف تعقد الدورة 13 لمجلسها الإداري. جدول أعمال المجلس الإداري تضمن تقديم حصيلة أنشطة الوكالة برسم العام 2018 وبرنامج عملها ومشروع الميزانية لسنة 2019. خلال هذا الاجتماع تمت الإشارة إلى أن نسبة التغطية بوثائق التعمير بالأقاليم التابعة للنفوذ الترابي للوكالة انتقلت من 39% في العام 2006 إلى 100% سنة 2018. كانت فرصة يعني لتقييم عمل هذه الوكالة من جهة وتقديم برنامج عملها برسم سنة 2019. بخصوص تقييم عمل هذه الوكالة نسجل بارتياح يعني في شقه المتعلق بالتخطيط العمراني يعني التغطية الشاملة وتخطيط التعمير. حاليا نحن بتغطية ديال 100% ديال وثائق التعمير يعني جميع المناطق او جميع الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي للوكالة الحضرية هي مغطاة بوثائق التعمير. النقطة الثانية واللي كنسجلوا بارتياح هي اولا سنة 2018 عرفت دراسات 3614 ملف حظي منها 78% بالرأي الموافق. فيما يتعلق بالتخطيط الحضري تم تأطير وإعداد وتتبع 38 وثيقة تعميرية وإنجاز وتتبع تصاميم إعادة هيكلة 121 من الأحياء ناقصة التجهيز ب 21 جماعة على مساحة 2825 هكتاراً بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة بالأحياء المعنية. اليوم كانت مناسبة لعقد الدورة 13 للمجلس الإداري لهذا الوكالة الحضرية ديال الناظور الدريوش وقرسيف. كانت مناسبة لتقييم العمل ديالها خلال المرحلة السالفة ديال سنة 2018 وكذلك كانت مناسبة لعرض الأوراش العمل اللي بطبيعة الحال فتحها الوكالة الحضرية خلال سنة 2019. بطبيعة الحال هي كذلك كانت مناسبة للوقوف على أهمية هذا القطاع ديال التعمير والطابع الأفقي ديالو الأهمية وربما الإشكالات التي يطرح. كما قامت الوكالة بإنجاز مجموعة من الدراسات القطاعية والعامة وأخرى متعلقة بالتنمية المجالية والقروية فضلاً عن تتبع ومواكبة 22 دراسة قطاعية محالة من طرف المصالح الخارجية وأربع دراسات متعلقة بالاستدامة والنجاعة المجالية. وأبرز متدخلون خلال هذه الدورة المؤهلات والإمكانية الطبيعية والبشرية التي تزخر بها أقاليم الناظور والدريوش وقرسيف فضلاً عن الأوراش المهيكلة المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز بهذه الأقاليم. في ختام هذه الدورة صدق المجلس الإداري على الخصوص على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنة 2018 وعلى مشروع الميزانية وبرنامج العمل لسنة 2019. فكما تعلمون فإن التخطيط العمراني يهدف